السلام عليكم انا حسين Hook him up, Mater. Okay, هذا أحد الأفلام اللي اسمه كارز فيلم جدا مشهور اللي الفاكت الحلو بي إنه بي سيارة تشوف وبي سيارة تسمع وبي سيارة تقدر تحكي ويا زميلاتها شنو هاي الفاكت؟ هاي نقدر نسوي سيارة لو هذا مجرد حلم نقدر نغيره لو لا نقدر نسوي لو لا فبما أنه ذكرنا يعني قاعد نتكلم عن سيارة فنبدأ نحكي بالفاكس المحددة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية. فأول شغلة إنه بما إنه نذكر سيارات فأكو حالات الحوادث اللي تصير بها. أول شيء إنه 1.3 مليون شخص يموت كل عام بسبب حوادث السيارات. ثاني شغلة إنه عدد الوقت كمية الوقت اللي يقضيها الإنسان داخل السيارة كشغل روتيني أو روحة أو رجعة هذا نقطة مو صالحة. فتبدي هذا يعتبر كويست تايم بالنسبة للعمل الروتيني اللي يقضيها الإنسان. الشغلة اللي وراها انه تصور هذا الرقم 518 بصفر 9 اصفار، هذا الرقم شنو يمثل؟ هذا الرقم يمثل عدد الخسائر حول العالم اللي تسببها حوادث السيارات. اذا هذه مشكلة، شلون اقدر احلها؟ احلها بطريقة واحدة انه احاول اسوي سيارة هي تسمع وهي تفتهم وهي تقدر تجاوب لزميلاتها. انه المعروفة باسم الاوتونومس درايفنج فيكل، المركبات ذاتية القيادة، شلون اخلي السيارة ذكية؟ تقدر تتحكم بنفسها، تقدر توديك من سورس ديستنيشن من منطقة إلى منطقة بدون أي خوف. يعني تحول هذا التابوت الحديدي من مركبة إلى شخص صديق، يعني تقدر تعتبر لك أمين بما يكفي إنه تأمن بحياتك وتأمن بحياة أطفالك إذا تقدر تريد توديهم للمدرسة أو للكلية. فبدي هنا. أوكي. أحد أفضل المشاريع الموجودة عالمياً اللي هي شركة جدا مشهورة هي جوجل كار، كثير من عندكم يعرفوها. هاي الشركة صار شركة جوجل صار لهم يعتمدون عليها انه مركز ابحاثهم، استمروا تقريبا 15 سنة او اكثر وصرفوا عليها مبالغ جدا هائلة على مود يطورون سيارة انه السوق نفسها بنفسها. فهذا اول مشروع. المشروع الثاني اللي اريد احدثكم عنه اللي هو الام اي تي، عادة انه هاي المعهد التكنولوجي الاول في العالم الواقع بولاية بوسطن الامريكية. هذا المعهد سوى بدا يشتغل على انه يكون بروتوتايبس خاصه بالسيارات، شلون يسوي سياره هي ذاتيه القياده. انه هنا نشوف هذا الروبوت، هذا الروبوت هو سوته الام اي تي، اسمه داكيتاون، يعني الطو اسمه داكيتاون. ليش سموه داكيتاون؟ يعني مدينه البط، لذلك خلوا بط عليه لانه يكون شكله فني. فاحنا شنو سوينا؟ هذا طبعا هذا الروبوت سواه، اصلا البروجكت كله صار سنة 2016. بال 2015 حاولنا بشهر السادس طبعا بدينا الشغل على نفس الشغل، يعني قبلهم بعدين انه انا سويت روبوت ايضا اللي هو الاوتونومس درايفنج فيكل خاص بي، حاولت يعني كواحد من شغل يعني متطلبات بحثي انه اكملها. فبديت سويت روبوت، طبعا هذا الروبوت ديزاين يعني من الصفر للاخير انه تيم اشتغلنا به. ف بما انه عندي سياره لازم اسوي لها شنو؟ لازم اسوي لها بلاتفورم، لازم اسوي لها مدينه خاصه بها. هذا انا رسم بالاوتوكاد رسمته وحولته الى الواقع. طبعا هاي الابعاد مالته وهاي السياره. انتم تشوفون هنا مجرد بسيطه بس بالواقع هي بها اكثر من انترسكشن، بها الترافيك لايتس وبها الرود ساينز. اوكي. شنو الجديد بسويته انا؟ الفرق عن الام اي تي، يعني شنو الجديد؟ انا اثنين يعني انا سويت سياره تقدر تسوق نفسها بنفسها، بس شنو ضفته؟ شنو الجديد؟ الشغلة اللي ضفتها انه سويت السيارة بدقة جدا عالية، اقدر اخليها تمشي على خطوط الطريق بدقة جدا عالية. اذا تشوفون هذا الفيديو انا يعني متعمد انه خليت العرض مال الطريق قليل، ليش؟ على مود اقدر اميز هل التايرات مال السيارة مالتي قاعد تمشي بالفعل على الخط وبدقة جدا عالية، هاي الاكيورسي مالتها. اوكي، ضفتها هاي اكيورسي. شكرا. هاي اول شغلة. الشغلة الثانية شنو قدرت اسويها؟ انه بالعاده احنا عندنا اشارات المرور، شلون اتخلص من اشاره المرور بدون ما احتاجها؟ اذا انا عندي سياره ذكيه، هل يحتاج انه ادخل خوارزميه تكتشف الصوره على مود تقول لي هذا
الإشارة حمراء أو خضراء أو صفراء، ما يحتاج. يجي الدائرة الإلكترونية أنه أقدر أبنيها داخل الإنفراستركتشر، يعني داخل الطريق من جوا، وأخليها من خلالها إذا فاتت عليها السيارة، أوكي، إذا فاتت عليها السيارة، هسا إذا تنتبهون إشارة المرور شلون لونها أحمر، هسا راح تجي السيارة، أوكي. هنا طبعا هذا الفيديو يوضح إشارة المرور اللي تشوفوها حمراء صارت خضراء، دلالة على أنه يعني السيارة لازم تمشي. بس هذا الواضح أنه جا شوفون إشارة المرور، هذا ما لها داعي، يعني حتى لو شلتها هي السيارة راح تعرف ليش، لأن أكو سنسر داخل القاع وسنسر بالسيارة، فمين يصير بيناتن اتصال بيانات أنه يقول لك واحد عبرت سيارة من فوقي، فشنو دز للعقل مات الترافيك لايت يقول له أنه الإشارة خضراء فتقدر تعبر. وإضافة إلى هاي الشغلة شنو أقدر؟ أقدر إذا حسبت عدد السيارات أقدر أحسب الفلو مال الترافيك، يعني أقدر أشوف كمية السيارات الفايتة أو على أساس أقدر أحدد هل الإشارات أستغلها حمراء أو خضراء أو صفراء ولمدة شقد طبعاً. والشغلة الثالثة الجديدة ضفتها إنه شلون ألقى الترافيك ساين الرود ساين العفو إشارات المرور هم بدون ما أحتاج، يعني حتى لو ما موجودة، فهم خليت استخدمت الـ RFID دائرة الكترونية أربطها داخل الطريق وخلي السنسر مالتها على السيارة وتكون بهذه الطريقة لما تعبر عليها السيارة تعرف بأنها قرأت الإشارة المرور. مع العلم هي الكاميرا إذا تنتبهون عليها هي متوجهة للقاع ما متوجهة على الإشارة، الإشارة هي صارت تقريبا معلو الكاميرا. فشنو الغرض من هذا؟ الغرض من هذا أنه أنا أسوي مركبة ذكية، وإضافة للمركبة الذكية أنه أسوي طريق ذكي ومدينة ذكية على أساسه، يعني إذا جمعت الاثنين أقدر أسوي مشروع وخدم بالبشرية. وشكرا.